هو مدير التصوير هو المسؤول عن فكرة الصورة بشكل عام، هو اللي بيحط الديزاين بتاع الإضاءة لكل مشهد ولكل لوكيشن، وفي معظم الوقت كمان هو اللي بيصور، يعني هو اللي بيبقى الكاميرا أوبريتور، هو اللي بيصور المشاهد بنفسه بنفسه. بس، وهو المسؤول عن الموضوع كله بداية من التصوير لحد الصورة النهائية اللي بتخرج على الشاشة، ومرحلة تصحيح الألوان اللي هي الكالر جريدنج لحد ما الصورة بتخرج. بس هو مسؤول بقى عن الموضوع كله من أول من أوله لآخره. لحد آخر لحظة. طيب أنت قلت برضو إن بيبقى مسؤول عن الإضاءة صح؟ بالظبط. طب هو بيبقى فيه مدير إضاءة كمان، فهل ده بيكون بقى مدير الإضاءة هو بالتنسيق؟ مدير التصوير، يعني مدير الإضاءة أوكي. ده مصطلح كان بيتقال زمان على مرحلة ال كان في زمان فرق كبير ما بين مدير تصوير السينما اللي هو بيصور أفلام سينمائية، ومدير تصوير الدراما اللي هو بيصور مسلسلات. أوكي. فمدير تصوير الدراما كان يطلق عليه مدير إضاءة، لأن هو ما كانش بيصور بإيده، كان مسؤول بس عن إن هو بيحط الديزاين بتاع الإضاءة للمشاهد وللوكيشن، إنما كان بيبقى فيه مصورين تانيين. أوكي. دلوقتي خلاص يعني مصطلح مدير الإضاءة ما بقاش موجود، بقى معظم الوقت هو خلاص مدير التصوير. طب دي معلومة جديدة هو حلوة اللي قوي بيبقى إن احنا مسؤول عن تنوير وضحناها. المشهد بشكل معين هو عايزه بقى بالظبط. حسب الدراما هتمشي ازاي. يعني انت بيجي لك الورقة عامة زيك زي الفنانين عادي، وبتقرا طبعا المشاهد كأنك طبعا ممثل هتشارك قدام الكاميرا، بس انت بقى بتتخيله بشكل بالظبط تاني خالص عشان تشوف الصورة النهائية هتبقى طالعة ازاي. بالظبط بالظبط. المود والمشاعر وكل الكلام، يعني نفسي اعرف برضو بتبقى الموضوع بيكون عامل ازاي. هي الفكرة كلها ان انت بيجي لك السيناريو ان كان هو فيلم او مسلسل مسلسل، أو انت بتبتدي تذاكر ده يعني، او يعني تقرا العمل ده، وتبتدي تستوعب جدا فكرة الدراما بتاعت العمل. بيبقى فيه طبعا مرحلة تحضير قوية جدا مع المخرج مع مهندس الديكور، علشان خاطر نبقى في حالة اتفاق على شكل الصورة بشكل نهائي. وبيحصل انك انت بتبتدي تنفذ ده في مرحلة التصوير، ان يعني انت تنفذ خلاص الصورة او الخيال اللي اتفقت عليه انت والمخرج ومهندس الديكور لشكل الصورة النهائي، وتبتدي تنفذه في مرحلة التصوير. مهم جدا ان انت تبقى الصورة اللي انت بتعملها او شكل الإضاءة اللي انت بتعملها، الديزاين اللي انت بتحطه، يكون بس بيتوافق مع درامة الموضوع اللي انت بتشتغل عليه. طيب هل فعلا في فنانين بيطلبوا مدير التصوير بالاسم، يقول لك انا عايز مدير التصوير ده هو اللي بيعرف يطلعني صح؟ يعني يعني هو معظم الوقت بتبقى فنانات مش قلت يعني عممها شوية، طلعت لا مش متعمم. يعني معظم الوقت بتبقى فنانات فنانات. بس هو في الأساس الترشيح لازم يجي من المخرج عامة، لأن ده الشخص اللي أنت بتشتغل على معاه بشكل مباشر. طبعا هو الموضوع كله قايم، هي علاقة ما بين يعني علاقة مدير التصوير قايمة بشكل جوهري مع المخرج، مش مع حد تاني، لا مع النجم ولا مع يعني ولا حتى مع الإنتاج، يعني ولا مع شركة الإنتاج. الموضوع كله قايم على فكرة إن أنت طول الوقت شغلك مرتبط ارتباط كامل ما بينك وما بين المخرج. صح. بس هسألك سؤال، يعني في الأعمال اللي أنت شاركت فيها، أنت شاركت في الحشاشين مثلا، وبيت الروبي وشلبي والاختيار الثلاث أجزاء، وكلبش وحرب كرموز ومأمون، يعني كلها أنواع دراما عامة مختلفة. تمام. هل مديرين تصوير بيبقوا متخصصين زي مثلا ما احنا بنسمع إن في اعلان او مسلسل كوميدي فهنجيب جندي، او مثلا في مخرجين كتير كوميديين معتز، مش عايزين بس نذكر اسماء عشان ما ننساش، هل مديرين تصوير بيبقوا متخصصين في جونرات معينه، ولا مدير التصوير لازم يكون بيلعب كل الالعاب دي مع بعض؟ بص يعني انا في البدايه كنت بقول لك على فكره انك انت مهم وانت بتقرا السيناريو او تبقى مستوعب جدا لدرامه العمل اللي انت داخل تصوره، علشان تقدر تحقق شكل الصوره اللي تتوافق مع الدراما دي. وبناء عليه ايا كانت الدراما اللي موجوده انت المفروض ان انت تقدر تشتغل عليها. انا شايف ان الموضوع في مديرين التصوير ما بيبقاش ليه تصنيف،
اكتر من المخرجين. يعني المخرجين ممكن يتقال ان ده مخرج متميز ده جدا في الدراما، الاعمال ده الكوميدي ده مخرج متميز جدا في الاكشن، ده مخرج متميز جدا في الدراما. انما الـ بالنسبه لمديرين التصوير لا، يعني مديرين التصوير يمكن معظم مديرين التصوير اللي موجودين عندهم الـ القدره ان هم يشتغلوا على كل الانواع او كل الجنرات اللي موجوده، عندهم مرونه في التعامل مع الاعمال المختلفه. يعني هتلاقي يعني انا مثلا بالنسبه لي هتلاقي ان انا يعني في افلام كوميدي وفي افلام اكشن نفس الفكره في الدراما التلفزيونيه، وده مش عندي لوحدي، هتلاقي مديرين تصوير كتير عندهم نفس الفكره بيصوروا ده وبيصوروا ده. يعني هي فكره كلها بس الوعي لشكل العمل بس اللي انت داخل بتصوره، ده اللي هيفيدك جدا في فكره انت بتقدم شكل عامل ازاي في العمل ده.